سنتحرك. طيب ايش خطوره الاخيره؟ خطوره الاخيره ان ما وعدت به هنا من وعود يجب ان تسلمه. يعني جيت قلت لمديرك في البدايه ايش قلت له؟ طال عمرك ابشرك ان احنا باذن الله الحفل عندنا بيكون مبهر. احنا نفكر حتى نفكر بنسوي هولوجرام في الحفل. بنجيب شخصيه هولوجرام بيمشي داخل الحفل، بنجيب طلاب حقنا التقنيه بنفسهم كشقيق على المسرح هولوجرام. يعني الوزير بيشوفهم كده قدام. هذا وعد وعدته انت ولا لا؟ يلا تعال. اذا جينا هنا في الانتهاء فين الهولوجرام؟ ما سوينا. طب احنا ليش وعدتني؟ ليش خليتني اروح عند المحافظه وكله بنسوي هولوجرام؟ اذا تذكر خطوره المرحلتين الاولى انك تعد باشياء، والاخيره انك يجب ان تسلم من الاشياء اللي وعدتها. طيب على هذا الاساس عندنا مرحله هنا اسمها مرحله المبدئيه، ثم عندي مرحله كبيره اللي هي مرحله العمل والانتاج جالس اشتغل، ثم عندنا مرحله اخيره اسمها مرحله اغلاق المشروع. تفضل. انت تقول المرحله المبدئيه خطوره ويعزلون المدراء والى اخره، وتقول ما يوجد اشياء ملموسه، طيب ماذا يقدم؟ يجب ان يقدم تقرير عن خطه حقه، الخطه نفسها يظهرها. يقول والله يا جماعه احنا خطتنا 1 2 3 4 هذه المؤشرات احنا مستوجبينها، هذه المراحل احنا نبغاها، وابدا كاني اسوق من؟ اسوق الخطه. تسويق للخطه. اسوق الخطه حقي، اوضح عشان يطمن هو، يطمن المسؤولين اللي عندنا. انت لو تلاحظون المحافظ كل اسبوع، انا لاحظ في تويتر لاحظ ان المحافظ كل اسبوع يقدم تقرير وينشره. ايه الا ما. ليش طيب؟ عشان هو برضه عنده مدراء. فجالس يطمن انه يطمن المجتمع ويطمن الناس انه شوفوني انا شغال. انا الان هذا اللي سويته، وهذا الاعمال عندي المستقبليه. انما المشكله عندنا عندما تتحول الخطه الى ملف في يعني جهاز واحده من الاخوه ما يتكلمش. يحبسها عندي. تقول يا اخي حول الخطه، انا ابغى ادخل ادارتكم احصل خطه موجوده على الجدران.